لازم تعرف ان الدجال بيتصنع بالدعايه الذكيه والاعلام الجيد. عندنا حاجات في شغلنا بنعملها كل سنه. لازم تهيئه للدخول تحت جناحي والوقوع تحت تاثيري بدون تفكير. معانا بسنت خبيره الطرو. اهلا بسنت، ازاي؟ سعيد جدا انت معانا وجبتي لي الشوكولاته زي كل سنه. اهلا يا عمرو، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والمشاهدين طيبين، وانت بالساعه ومصر كلها طيبه يا رب. مالكش دعوه، مالكش دعوه. توقعات العام اهلا بيك في حضره الشيخ سعيد الدكان. ركزي بقى كده وشوفي لي الجنيه في 2023 اوضاعه ايه. هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. هيعاني الجنيه المصري ولكن يمكن في الفتره الاولى يا عم. تاني معلش الازمه الاقتصاديه في مصر في 23 هتنفرج ولا هتتعقد؟ لا لسه مشدوده شويه. مشدوده؟ اه دي بتغزني الولايه. لسه مشدوده شويه للاسف. اوعي والنبي اضربها على بقها الولايه دي. طلعي ورقه كمان يا بسنت. مالك ومال ده شغلي، مالكش انت دعوه. في 2022 الحاله الاقتصاديه في مصر هتبقى عامله ازاي؟ الحال ممكن يكون ضيق وماسك شويه ولكن مفيش أزمة. مفيش ازمه كبيره. انا عرفت، شفت بعيني، محدش قال لي. في قرارات بشكل مفاجئ او خطط محدش يعرفها يعني الله أعلم. وافق مجلس النواب على تعديل قانون هيئة قناة السويس والذي يسمح لها بإنشاء صندوق خاص يعمل على تطوير مرافقها وتنمية مواردها. حاجة ناس تشتغل عليها بقالهم كتير، بقالهم 3 سنين أو 3 شهور. دراية صيع، دراية صيع، وإحنا صبعنا فوقنا صيع. إيه الدولة القوية اللي حتبان في 23؟ مصر هيبقى لها دور كبير جدا. عشرين 23 بشكل عام هيبقى عامل ازاي؟ بكل الاحوال 2023 سنه مذاقها ونكهتها وطعمها مختلفين تماما عن السنين اللي فاتت. الله، ده انت لذيذ بقى وفي منك كذا طعم. مين اللي حالته صعبه السنه دي؟ صدقني لو قلت لك السنه دي مفيش، فعلا مفيش. يا كذابه. يمكن اصعب سنه فعلا شفناها كانت 22. طب انا كذب بقى بوشك، ده كذاب كذب الابل. عاوز اقول لك في حاجات منتشره بشكل مرعب، واول مره اشوف الناس خايفه كده من كوكب زحل وانه بيتحرك وانه بالذات داخل الحوت. شفتي واحد مش خايف من زحل؟ هو البانجو اشتغل هنا كمان. في ناس لقيتي ناس اصحابي كنت قاعده في الكافيه والله العظيم قالوا لك يا بسنت احنا خايفين. انتوا قاعد تشربين خمره ولا ايه؟ والله زحل مش كوكب وحش، زحل هو الكوكب. هو اسمه كده بس. لا بس جدع جدع وصاحب صاحبه. لكن طيب. هو ككوكب هو اللي بيدي الهيبه والوقار، وهو اللي بيدي المرتب بتاع كل شهر. ده ايوه سيمون بيه، وهو اللي بيدي المرتب بتاع كل شهر. عاد فلوس ايه؟ عاد فلوس. السنه الجايه هتحصل حاجات للمره الاولى. لا ايه ده، انا اول مره اجي واتصدمت. ولسه هنتفرج، احنا لسه ما اتفرجناش رغم كل اللي بيحصل بره دلوقتي. لسه ما حصلش حاجه، احنا لسه ما اتفرجناش. الحنك ده ما يتكلمش، ده يطف يطف بس، والتفة تجعل وش للتاني. خمسه بالحب. الدجل هو اللعب الذكي بآمال ورغبات الناس،